كل ده يخليني أقول الست المصرية لها خصائص ومميزات لم تتواجد في مرأة في العالم، ليس تحيزا ولا حالة من الشفونية، وأمي قاعدة تصحح لي لو أنا غلط، لكن هي حالة من قراية حقيقية للتاريخ. اللي حصل في 2017 بيقول أن هذا الرئيس أدرك أن المرأة مرة تانية هي من حمت هذا الوطن في 2012 و2013 مع جيش هذا الوطن، فأدرك أنه هو ممكن يعتمد عليها، فمش بس تنزل، لا دي تنزل وتنزل جوزها وتنزل عيالها وتحمي البيت.